اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. today ان شاء الله هناخد مع بعضينا ليسون 2 اللي بعنوان drawing a triangle given the lenses of its three sides. الدرس بتاع النهارده يا اولاد درس سهل جدا، هنتعلم فيه ازاي نرسم تراينجل لما نكون عارفين اللينسز بتاعت السايدز بتاعته. يلا مع بعضينا نبدا الدرس ونفتكر بعض المعلومات المهمه اللي احنا درسناها عن التراينجل السنه اللي فاتت. احنا كنا بنعرف التراينجل ونقول عليه ان هو بوليجون ولكن has three sides. يعني اما حد يقول لي ايه هو التراينجل اقول له ايه؟ اقول له التراينجل is a polygon that has three sides. ادي سايد وادي another سايد وادي another سايد. وكنا عارفين ان البوليجونز دي اشكال كتيره، في منها الثري سايدز اللي هو التراينجل، في منها الفور سايدز اللي هو الكوادريلاترال، في الفايف سايدز والسكس سايدز، في اشكال كتيره جدا منها اقلهم في عدد السايدز الترينجل. طيب ايه تاني موجود في الترينجل غير 3 سايدز؟ موجود في 3 انتريور انجلز. ما بين كل سايد وسايد يا اولاد بيبقى عندي انجل، دي كده انجل، دي بنسميها انجل، ودي كده بنسميها انجل، ودي كده بنسميها انجل. يبقى انا عندي في الترينجل 3 انجلز. كان في معلومه مهمه بتربط ال 3 انجلز دول ببعض، اللي هي ايه؟ ان الصم بتاعهم 180، يعني كلهم كده على بعض لو جينا عملنا لهم صم او عملنا لهم اديشن هنلاقيهم بيطلعوا 180. كنت انا دايما برسم كده التراينجل واعمل جواه 180. طيب ايه كمان عرفنا السنه اللي فاتت؟ عرفنا ان انا عندي برضو 3 فيرتيسز، ادي فيرتكس وادي انذر فيرتكس وادي انذر فيرتكس. فيرتكس يعني راس، ده كده راس للمثلث وده كده راس المثلث ودي راس المثلث، عند كل انجل في فيرتكس. وخدنا برضو معلومه مهمه جدا هتفيدنا بعد كده، ايه هي؟ ان اي تراينجل في الدنيا يا اولاد لازم نلاقي فيه تو اكيوت انجلز. وكانت بتجيلنا في الكومبليت يقول لي كده اني تراينجل هاز ات ليست ويعمل نقط ويكتب لي اكيوت انجلز، فاحنا لازم نختار تو. يعني دي كده يا اولاد مهمه جدا وبتيجي في الامتحانات كتير دي بالذات. كل الكلام ده اتعرفنا عليه السنه اللي فاتت. طيب لو احنا عايزين يا اولاد نقسم التريانجلز كنا بنقسمهم ازاي؟ بنصنفهم ازاي؟ كان في طريقتين ان انا اصنف بيهم التريانجل، يا اما بنقسمهم على حسب اللينسز بتاعت السايدز يا اما بنقسمهم على حسب الميجرز بتاعت الانجلز. يلا نشوفهم واحده واحده. لو احنا هنسمي التريانجل على حسب اطوال السايدز، اول نوع عندي بسميه الايكوالاترال تريانجل. ده بيتميز بايه؟ بيتميز بان كل السايدز بتاعته متساويه. يعني لو جالي تريانجل يا اولاد ولقيت السايد ده قد السايد ده قد السايد ده بنقول عليه ايكوالاترال تريانجل. لاترال يا اولاد يعني جنب، يعني الجنب ده، وايكوي جايه من ايكوال، يعني اللاترالز بتاعته او الجوانب بتاعته متساويه. طيب نعرفه ازاي في الرسمه من غير ما يقول لي؟ بنلاقي يا اولاد الشرط دي على السايدز. لما نلاقي الشرطه دي ودي شكلها ودي شكلها يبقى معنى كده ان الثري سايدز دول زي بعض. لكن لو شفت واحده كده شرطه وواحده شرطتين ده معناه ان اللينس هنا مش زي اللينس هنا. النوع الثاني اللي عندي اسمه ايزوسلس تريانجل. بنلاقي فيه ايه؟ بنلاقي فيه تو سايدز ايكوال، يعني السايد ده والسايد ده قد بعض في الطول والسايد ده مختلف عنهم. لو لقينا تريانجل في الصفات ديت بنسميه ايزوسلس تريانجل. طيب ايه النوع الثالث؟ النوع الثالث اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، بنلاقي تريانجل السايدز بتاعته كلها مختلفه عن بعض في الطول، بنسميه ايه؟ بنسميه سكالين تريانجل. يبقى احنا لازم نعرف ازاي نصنف التريانجل على اساس اطوال السايدز بتاعته. النوع الثاني من التقسيم للتريانجلز بيبقى على حسب الانجلز اللي جواه. احنا عارفين معلومه مهمه جدا ان اي تريانجل في الدنيا بيكون فيه تو اكيوت انجلز، اللي هم مين؟ اهو ادي اكيوت انجل اهي وادي انذر اكيوت انجل. الاكيوت انجل يا اولاد لزان ال 90، يعني الانجل بتكون لزان 90. ادي كده واحده وادي واحده كمان، والتريانجل ده ادي اكيوت انجل اهي وادي اكيوت انجل اهي، والتريانجل ده ادي اكيوت انجل اهي وادي اكيوت انجل اهي.
يعني اي ترينجل لازم نلاقي فيه تو اكيوت انجلز. الله، طب احنا هنصنفه بقى ازاي؟ ده كل واحد فيهم موجود فيه تو اكيوت انجلز. بنصنفه يا اولاد وبنديله اسم على حسب الانجل الثالثه. يعني نبص على الترينجل ده كده، الانجل الثالثه هنا نوعها ايه؟ نوعها رايت. ليه؟ علشان الميجر بتاعها 90 ديجريز، بنعمل لها سكوير كده. لو لقينا الانجل الثالثه رايت بنسمي الترينجل كله رايت انجل ترينجل، يعني ترينجل من النوع اللي فيه رايت انجل. طيب نيجي نبص هنا على الترينجل ده، الانجل الثالثه فين اهي؟ نوعها ايه؟ نوعها اكيوت. يبقى هنسمي الترينجل كله اكيوت انجل ترينجل. طيب النوع الثالث من الترينجلز ديت، لما اجي ابص على الانجل الثالثه الاقيها ايه؟ الاقيها اوبتيوز انجل. يعني ايه اوبتيوز انجل؟ اوبتيوز يعني الميجر بتاعها جريتر ذان 90 ديجريز. في الحاله دي بنسمي الترينجل ده اوبتيوز انجل ترينجل. يبقى احنا يا اولاد علشان نسمي الترينجل على اساس الانجلز بتاعته، ابص على الانجلز بتاعته، لو لقينا فيه انجل رايت اقول عليه ان هو على طول رايت، رايت انجل ترينجل. لو لقينا فيه انجل اوبتيوز نسميه على طول اوبتيوز انجل ترينجل. لقينا فيه الثري انجلز اكيوت بنقول عليه اكيوت انجل ترينجل. وناخد بالنا من حاجه مهمه، الترينجل ده ممكن حد يبص على الانجل دي يقول لي ايه؟ انا شايف انجل اكيوت يا مستر، يبقى هنسميه اكيوت انجل ترينجل. اقول له لا، مالكش دعوه بالاثنين الاساسيين اللي هم الاكيوت اللي موجودين في اي ترينجل. انا ببص على الثالثه. ممكن واحد يجي على الترينجل ده يبص لي على الانجل دي ويقول لي يا مستر انا شايف واحده اكيوت فهسميه اكيوت انجل ترينجل. اقول لا انت غلطان، ما ينفعش. انا ببص على الانجل الثالثه في اثنين اكيوت هتسيبهم وتبص على الثالثه. لو لقيتهم هما الثلاثه اكيوت يبقى هو اكيوت انجل ترينجل. لقيت واحده اوبتيوز يبقى اوبتيوز انجل، لقيت واحده رايت يبقى رايت انجل. يلا مع بعضنا نتعلم ازاي نرسم الترينجل لما يديني اللينسز بتاعت الثري سايدز بتاعته. احنا علشان نرسم الترينجل هنحتاج الرولر بتاعتنا والكومباسز بتاعنا، هنحتاج المسطره والبرجل. يلا نشوف اكزامبل 1 ونشرح الرسم عليه. بيقول لي هنا درو ذا ترينجل اي بي سي ان ويتش اي بي ايكوال 6 سنتيمتر بي سي 4 وسي اي 5. طبعا الاي بي ده سايد وده انذر سايد وده الثيرد سايد. ايه اول حاجه بنعملها يا اولاد؟ نحدد السايد الكبير. مين فيهم السايد الكبير؟ اي بي كام؟ 6 سنتيمتر. نقوم جايبين المسطره بتاعتنا كده ونرسم لاين 6 سنتيمتر ونسميه اي بي، لان احنا دايما بنحب نخلي البيز بتاعته او القاعده بتاعته تبقى هي الكبيره. طيب انا كده رسمت اول سايد، ارسم بقى ازاي السايد ده والسايد ده؟ هل اجيب الرولر بتاعتي وارسم عليها خط لحد 4 واجي عند الناحيه الثانيه برضو بالمسطره كده واقعد اجيب المسطره يمين وشمال لحد ما تيجي مع الناحيه الثانيه؟ ما ينفعش طبعا نعمل كده خالص. امال مين اللي بيساعدني ان انا ارسم السايد ده والسايد ده؟ الكومباسز بتاع البرجل بتاعي. نعمل ايه بقى؟ نفتح الكومباسز بتاعنا فتحه بطول السايد ده، نفتحها كده. هو اسمه ايه؟ بي سي. يبقى اجي عند البوينت اللي اسمها بي واخد ارك صغير كده. ده معناه ايه؟ ده معناه ان النقطه اللي اسمها سي هتبقى موجوده في اي حته على الارك ده. طب تتحدد ازاي؟ نحددها عن طريق السايد التاني، هو اسمه ايه؟ سي اي 5. نفتح الكومباسز بتاعنا فتحه 5 واجي عند الاي واخد ارك تاني. الارك التاني ده هيحصل له انترسكشن او تقاطع مع الارك الاولاني في نقطه، النقطه دي هي نقطه سي. يبقى انا هاخد ارك من هنا 4 وهاخد ارك من هنا 5، التقاطع بتاعهم هو نقطه سي. يتبقى حاجة واحدة ان انا اوصل بقى البي سي والاي سي. وما ننساش يا اولاد في اي رسمة لازم نكتب الاطوال على السايدز، يعني بعد ما نخلص الرسمة نكتب كده 6 سنتيمتر وهنا 4 وهنا 5. تعالوا مع بعضينا نوضح اكتر ونشوف هنرسمها ازاي. اول حاجة بنعملها بنرسم اللاين اي بي اللي هو 6 سنتيمتر. نعمل ايه؟ نحدد البوينت اللي اسمها ايه. نيجي على الصفحة بتاعتنا ونعمل نقطة اللي هي البوينت A. ادي البوينت A. بعد ما اعمل البوينت A اجيب المسطرة بتاعتي احطها كده واخد 6 سنتيمترز
وبعد كده اكتب اسم البوينت التانية اللي هي بي. ادي المسطرة بتاعتنا من اول التو هناخد 6 سنتيمترز نوصل لحد الايت، ولو هناخدها من اول الزيرو هنوصل لحد السكس. كده وصلنا لايه؟ لحد الايت. يبقى احنا كده خدنا 6 سنتيمترز، يبقى النقطة دي هي نقطة بي. نعمل ايه بعد كده يا اولاد؟ افتح البرجل بتاعي فتحة 4 سنتيمترز، لان انا عايز اجيب السايد بي سي. البي سي بقف عند البي واعمل ارك. البوينت سي موجودة على الارك ده، اللي هيجيبها لي مظبوط الارك التاني اللي هو الاي سي. الاي سي بفتح البرجل بتاعي 5 سنتيمترز وارسم ارك. النقطة بتاعت التقاطع دي الانترسكشن هي النقطة سي. نعمل ايه بعد كده؟ اوصل بي سي واي سي. زي ما انتم شايفين هو كده 4 من اول الثري لحد السيفن 4 سنتيمترز، وهنلاقي ان السايد التاني 5 سنتيمترز. المفروض ان انتم بتعملوها ورايا خطوة خطوة علشان تتعلموا ازاي ترسموا. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي دروز تريانجل اكس واي زد، دي اسماء الفيرتسيز، ان ويتش اكس واي 4 سنتيمترز، واي زد ايكوال زد اكس ايكوالز 5 سنتيمترز. طيب ايه اللي احنا ملاحظينه يا اولاد؟ ملاحظين ان انا عندي تو سايدز ايكوال، معنى كده ان هو ايزوسلس. دايما واحنا بنرسم ايزوسلس بنحب نرسم السايد اللي مختلف في اللينس بنرسمه از ابيز. احنا قلنا قبل كده ان احنا بنحب نرسم الكبير تحت، الكلام ده بنعمله في حاله السكالين. لكن الايزوسلس يا اولاد دايما بنحب نرسم السايد اللي مختلف في اللينس از ابيز، والتو سايدز التانيين المتساويين بنعملهم بالايه؟ بالكومباس بتاعنا، حتى علشان ما نغيرش الفتحه بتاعت الكومباس. انا لو هرسم ده از ابيز معنى كده ان انا البرجل بتاعي لما اجي احطه على المسطره هحطه مرتين، هحطه مره 4 ومره 5. لكن لما نحط الفور از ابيز انا بفتح البرجل بتاعي فتحه واحده وبناخد بيها الايه؟ التو اركس اللي بيحددوا لي النقطه الثانيه. يلا مع بعضينا نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجه نعملها ناخد البوينت اكس. انا عايزكم وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تشتغلوا معايا خطوه خطوه. حددنا كده البوينت اكس، اجي بالرولر بتاعتي اخد 4 سنتيمترز، لان احنا بنقول اكس واي 4. ممكن تبداوا من اول الزيرو لحد الفور او من اي نمبر، بس اخد 4 سنتيمترز. بعد كده وصلنا للنقطه واي. نفتح الكومباس بتاعنا فتحه كام؟ ها نرجع للمساله، بيقول لي واي زد 5 سنتيمترز، يبقى افتح الفتحه دي 5 واخد ارك. ومن الناحيه الثانيه بنفس الفتحه دي ناخد ارك، يحصل انترسكشن في نقطه هي نقطه زد. بعد كده نوصل زد واي وزد اكس. ايه الحاجة المهمة جدا اللي لازم نعملها بعد ما نرسم الرسمة؟ لازم نكتب اللينسز بتاعت السايدز. احنا عملنا اكس واي بفور، اجي هنا اكتب كده 4 سنتيمترز. ها ده بكام؟ ده ب 5، اكتب كده 5 سنتيمترز، وهنا اكتب برضو 5 سنتيمترز. يلا نشوف اكزامبل 3. بيقول لي درو ذا ايكوالاترال تريانجل اي بي سي. طالما شفنا كلمة ايكوالاترال يبقى ال 3 سايدز زي بعض. بيقول لي هوز بريمتر از 15 سنتيمتر. هل هو هنا يا اولاد مديني السايد لينس؟ ده بيقول لي البريمتر. البريمتر ده اللي هو ايه؟ اللي هو الصم او المجموع بتاع الثري سايدز. يبقى انا عندي ثري سايدز طولهم 15، يبقى السايد الواحد طوله قد ايه؟ يبقى انا قبل ما احل المساله دي لازم اجيب طول السايد. يبقى نكتب كده السايد لينس هاي ايكوالز. هنعمل ايه؟ هنقول 15 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 5 سنتيمترز. يبقى هو ده السايد لينس اللي هرسم بيه التريانجل. بعد ما نرسم التريانجل بيقول لي فايند ذا ميجر اوف ايتش اوف اي وبي وسي وواد يونتس. هنقيس بالبروتراكتور بتاعتنا الانجل اي والانجل بي والانجل سي، وهنشوف ايه اللي احنا ملاحظينه. يلا مع بعضنا نشوف الرسمه. أول حاجة نعملها نحدد البوينت A
وبعد كده نيجي بالرولر ناخد 5 سنتيمترز، يبقى كده وصلنا للبوينت بي. كل خطوة انا بعملها انتوا بتعملوها ورايا. بعد كده هنفتح البرجل بتاعنا، فتحة كام؟ ها؟ بيقول لي equilateral، يعني لازم قد السايد ده، يبقى 5 سنتيمترز برضو. ناخد ارك، ومن الناحية التانية وناخد ارك، يبقى هي دي البوينت سي. وبعد كده نوصل السي مع البي والسي مع الاي. هو عايزني بعد كده اعمل ايه؟ اقيس الانجلز، يعني الانجل بي دي اقيسها بالبروتراكتور، والانجل ايه والانجل سي. يلا مع بعضنا دلوقتي نشوف ازاي نحط البروتراكتور بتاعتنا علشان نعرف نقيس بيها. هنقيس اول حاجه الانجل بي. هنجيب البروتراكتور بتاعتنا يا اولاد ونحط السنتر بتاعها عند البي بالظبط. في منقله زي دي بتتباع بيبقى لونها شفاف، دي احسن منقله ترسموا بيها، دي جميله جدا، انا بحب ارسم بيها وبحب استعملها. المنقلة اللي زي دي كده بيبقى لونها شفاف، بتبقى موجودة في المكتبات. احنا عايزين نقيس بي، اعد من الزيرو ده يا اولاد ولا من الزيرو التاني؟ نشوف الزيرو اللي موجود على اللاين، اللاين اهو، يبقى اعد من اول الزيرو ده، امشي على التدريج اللي بره. اهو نوقفها كده نسنترها، وبعد كده اهو نعد لحد 60. اول ما نقرا ال 60 نكتبها ايه؟ نكتب هنا. طيب لو عايز اقيس ايه؟ اجي عند السنتر بتاع المنقلة واحطه عند الايه. طيب فين الزيرو اللي هعد من عنده؟ هل هنعد من هنا كده؟ لا، بعد من الناحيه الثانيه، الزيرو اهو، امشي كده 10 20 30 40 50 60. اللاين جاي على كام؟ على 60، يبقى الانجل دي 60. ناخد ارك كده على الانجل ونكتب عليها 60. اهو نيجي كده ناخد ارك، عدينا اهو، واخد الارك اهو واكتب 60. طيب عايزين نقيس الثالثه، قيسها ازاي؟ لازم النقطه دي تبقى على ايه؟ على السي، بس نحط الاول نحطها كده. احط المنقلة بتاعتي كده، السنتر عند السي، وبعد كده الزيرو فين؟ اهو، ما تاخدوش من الزيرو التاني، لو خدنا من الزيرو التاني هنلاقيها 120، لا اعد من الزيرو ده، ادي 0 10 20 30 لحد ال 60. اهو مشينا اهو لحد، عدينا لحد ال 60. دايما وانا بقيس الانجل يا اولاد لازم اكتب الميجر بتاعها جوه. يعني احنا قسنا البي لقيناها 60، اعمل الارك كده واكتب 60، وكذلك هنا وكذلك هنا. وزي ما تعودنا لازم نحط الاطوال على الرسمه، يعني الاي بي 5 اكتب كده 5 سنتيمترز، وهنا اكتب 5 سنتيمترز، وهنا اكتب 5 سنتيمترز. هو جه سالني سؤال، قال لي وات دو يو نوتس؟ احنا ملاحظين ايه يا اولاد؟ احنا ملاحظين ان كل الانجلز ايكوال، يبقى وي نوتس ذات all angles are equal in measure and each one of them equals 60 degrees. وهتبقى قاعدة بعد كده يا اولاد عندنا ان الايكوالاترال تريانجل كل الانجلز بتاعته متساويه والواحده منهم ايكوال 60. هتجيلنا في الكومبليت وممكن تجيلنا في التشوز. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. يلا مع بعضنا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. الاكسرسايز بتاعنا يعتبر كله رسومات. في بعض الرسومات احنا رسمنا زيها في شرح الدرس، هنحاول نشرحها بس، واللي عايز يرسمها ممكن يرجع للشرح بتاع الفيديو. أول مسألة معانا بيقول لي دروز تريانجل ال ام ان ان ويتش، مديني السايدز بتاعتي. بنعمل ايه؟ لازم نبص عليهم الأول. أنا عندي سكالين، اكبر واحد فيهم مين؟ الايت. يبقى اما نيجي نرسم نخلي الايت هو اللي تحت، ونستعمل الكومباس بتاعنا وناخد تو اركس نحدد ده ونحدد ده، والبوينت بتاعت الانترسكشن تبقى ان، ونوصل الترينجل. مفيش اي مشاكل خالص في الرسمه دي. طب الرسمه اللي بعديها ترينجل اكس واي زد، ده مديني اكس واي ايكوالز واي زد ايكوال 7 واكس زد ب 4.
هناخد الفور نخليها هي البيز ونفتح بالبرجل بتاعنا فتحة 7 سنتيمتر ونحدد البوينت واي برضو الرسمة دي مفيش فيها مشاكل. المسألة التالتة عندي اكس واي زد مديني اكس واي ايكوالز واي زد ايكوال زد اكس ده ايكوالاترال وبيقول لي فايند الميجر بتاعت كل انجل وملاحظين ايه؟ طبعا هنلاقي ان كل واحدة من دول ب 6 ديجريز وحلين واحدة زيها بالظبط فين؟ في الشرح. بعد ما نخلص الرسمة دي لازم نكتب له ان كل انجل بكام؟ ب 60. طيب اللي بعديها بيقول لي دروز ايزوسلس ترينجل اكس واي زد ان ويتش البيز لينس 4. هو هنا محدد لي طالما قال لي البيز ب 4 يبقى هنرسم الخط اللي تحت هيبقى ب 4. وعندي التو سايدز التانيين 6 سنتيمتر طبعا سهلة جدا. اللي بعديها بيقول لي دروز ايكوالاترال ترينجل ال ام ان هوز بريمتر از 9. هنا هو مش مديني السايد لينس يبقى لازم انا اجيب السايد لينس. يبقى المساله دي هنقول في الاول كده السايد لينس ايكوالز الناين كلهم هنقسمهم على 3 سايدز يبقى كل سايد منهم 3 سنتيمترز وبعد كده نرسم الترينجل برضو مفيش فيها اي مشاكل خالص. طيب يلا نشوف بروبلم 6. بيقول لي draw triangle ABC in which AB والBC والAC كل واحد فيهم مديني اللينس بتاعه وبعد كده بيقول لي what is the type of this triangle according to its angles. في السكالين بنرسم الكبير as a base. يلا نشوف دي هنعملها مع بعض ازاي. لما بنيجي نرسم السكالين يا اولاد بنرسم السايد الكبير as a base يعني بنرسمه هو القاعده بتاعت المثلث. اول حاجه احدد ايه؟ احدد البوينت ايه؟ نحط الايه بتاعتنا اهي وبعد كده اجيب الرولر بتاعتي واخد لاين 5 سنتيمتر لحد السي. ادي كده 5 يبقى البوينت دي هي السي. انا عندي الاي بي السايد اي بي ب 4 يبقى هنفتح البرجل بتاعنا فتحه 4 وناخد ار. يلا استعملوا المسطره بتاعتكم وحطوا البرجل عليها وافتحوا الفتحه 4 وارسموا ارك من عند الاي. نرسم الارك ده. طيب اجي عند الفتحه سي اخد ارك كام؟ هو بيقول لي السي بي ب 3 يبقى نفتح البرجل بتاعنا فتحه 3 واخد ارك. طب ناخد بالنا يا اولاد ممكن حد يكون رسم الارك ده بعيد شويه، لا نكبر الارك علشان نضمن ان التو اركس يحصل لهم انترسكشن يتقاطعوا. ولما نيجي نخلص المساله بلاش تمسحوا الاركس ديت، سيبوا الاركس دي زي ما هي، بلاش نمسحها. كده عملنا الارك الثاني، حددنا البوينت بي، اوصل الاي بي واوصل البي سي. بعد كده هو عايزني اجيب الميجرز بتاعت الانجلز. نعمل ايه؟ نيجي المنقله بتاعتنا هنجيب اول حاجه البي. احط السنتر بتاع البروتراكتور عند البي وابتدي اعد التدريج. ابدا من الزيرو ده ولا من الزيرو ده؟ لا ابدا من الزيرو اللي انا شايفه موجود على الخط. ادي السايد بتاع الانجل. طب ادي الزيرو اهو، نبتدي نعد يلا لحد ما نوصل للسايد التاني 0 10 20 30. نفضل ماشيين نلاقي السايد التاني اهو موجود على انهي لاين؟ اللاين بتاع ال 90. يبقى الانجل دي الميجر بتاعها 90. نقوم كده عاملين ارك ونكتب على الانجل 90، كتبنا احنا 90 تحت. طيب عايزين بعد كده نقيس الانجل ايه؟ اقيسها ازاي؟ اجيب السنتر بتاع البروتراكتور احطه عند الاي. انتوا على الورقه بتاعتكم حطوها كده بالظبط وتعالوا من عند الزيرو ابتدوا عدوا. ادي الزيرو، هعد المره دي على التدريج اللي بره لان الزيرو بره 0 10 20 30. نيجي نبص هنا يا اولاد هي جايه لحد فين؟ دي 35، هنا 36 37. تعالوا نشوف البروتراكتور هتقراها كام. تقريبا 37. اوكي نيجي يلا نشوف السي. اقيس السي ازاي؟ احط البروتراكتور كده السي في النص، الفيرتكس عندي على السنتر بتاع البروتراكتور. طيب نعد من الزيرو ده؟ لا ده بره. امال نعد من اني زيرو ده اللي على اللاين موجود فين؟ اهو من بره اهو. يبقى هعد على التدريج اللي بره، افضل امشي امشي لحد ما اشوف اللاين ده واقف لحد فين. اللاين ده يا اولاد اهو جاي لحد فين؟ تقريبا 53. او نعد نمشي ونكتب هنا كام؟ ونكتب 53. هو سالني سؤال في المساله بيقول لي وات از ذا تايب اوف ذا تريانجل according to its angle. لما نيجي نبص كده نلاقي في عندي انجل رايت اهي، وطالما الترينجل في انجل رايت يبقى الطيب بتاعه رايت انجل تراينجل.
طبعا هي البروتراكتور قاست 53.1، احنا ممكن نعتبر دي 53 وممكن نعتبر دي 37. يبقى هنقول كده the triangle ABC is right angled triangle. ليه؟ علشان موجود فيه angle 90. يلا مع بعضنا نشوف problem 7. كل draw the triangle XYZ in which مدين XY وYZ وXZ، ملاحظين ان هم كلهم مختلفين في الطول، يعني ده سكالن. يبقى نرسم السايد الكبير as a base اللي هو XY، وبعد كده بيقول لي find the measure of the angle XZY، احنا هنجيبهم كلهم، وبيقول لي بعد كده what units. يلا مع بعضنا نشوف الرسمة. أول حاجة نعملها نحدد البوينت X، وبعد كده ناخد 10 سنتيمتر لحد ما نوصل للY. هو بيقول لي الXZ 6 سنتيمتر، يبقى هنفتح البرجل بتاعنا فتحة 6 وناخد ارك، ومن عند الواي نفتح فتحة 8 وناخد ارك. ادي الفتحة ل 6، الناحية التانية فتحة 8، هيحصل انترسكشن في البوينت زد، نوصل زد اكس وزد واي. بعد كده نبتدي نقيس الانجلز بتاعتنا. هو طالب الانجل دي، بس احنا هنجيب التلاتة عشان نتعرف ازاي نقيس. عايز اقيس الانجل واي، نقف بالسنتر بتاع البروتراكتور عند البوينت واي، ونبص اللاين ده جاي فين. اللاين ده جاي فين يا اولاد؟ جاي هنا اهو. لما نيجي نعد هنلاقيه تقريبا لحد ال 37، ادي هنا 0 10 20 30، هنا بعد ال 35 بشويه هنلاقيها 37. لما نيجي نقيس بقى زد نعمل ايه؟ اقف كده اهو واخلي اللاين ده على السايد ده، ونعد من اول الزيرو نشوف اللاين ده هيجي على فين. لما نيجي نعد واحنا ماشيين كده نلاقي اللاين جاي فين عن 90، يبقى الانجل دي 90 ديجريز. ولما نيجي نقيس الثالثه هنلاقيها كام؟ 53. بيقول لي وات يونتس، احنا دلوقتي لاحظنا ان في عندي انجل 90، يبقى الترينجل ده از ايه؟ از رايت انجل ترينجل. يلا مع بعضنا نشوف بروبلم 13. بيقول لي draw the equilateral triangle ABC whose side length is equal to 4. دي سهلة، هنرسم ال AB الأول ونعمل فتحة بالكومباس 4 سنتيمتر وناخد 2 arcs، يبقى احنا جبنا البوينت C. بعد كده بيقول لي then draw a circle whose center is A، يعني حاجة عند ال A واقف، وافتح البرجل بتاعي فتحة 4 واعمل circle. وبعد كده طالب مني حبة حاجات، يلا نشوف هنرسم الرسمة ازاي. أول حاجة نعملها نحدد البوينت A، ونيجي من عندها ناخد 4 سنتيمتر نوصل للبوينت B. أقف عند البوينت B و A بفتحة 4 سنتيمتر وناخد 2 arcs، يبقى إحنا كده عملنا البوينت C. نوصل بعد كده ال BC ونوصل ال AC. بعد كده أعمل إيه؟ عايز نرسم سيركل السنتر بتاعها ايه والراديوس بتاعها 4، يبقى هنفتح الكومباس بتاعنا فتحه 4 واقف عند الايه واعمل سيركل. هي دي السيركل بتاعتنا. يبقى احنا كده خلصنا الرسمه بتاعتنا. ايه اللي هو طالبه؟ بيقول لي الاي بي از كولد ايه ان ذا سيركل، واضح طبعا ان ده راديوس، يبقى هنكتب راديوس. طيب هنا الاي سي ده عباره عن ايه؟ برضه راديوس، عشان وصل من السنتر لحد بوينت اون ذا سيركل. طيب بيقول لي البي سي، ها البي سي ده احنا شايفينه ايه؟ ده بيوصل ما بين نقطتين على السيركل، يبقى ده از اكورد. يلا مع بعضنا نشوف بروبلم 14. بيقول لي درو ذا تريانجل اي بي سي ان ويتش اي بي ايكوال 6، ومديني البي سي ومديني الاي سي، ملاحظين ان هم كلهم مختلفين في اللينسز، يبقى ده سكالن، يبقى أكبر واحد فيهم هنرسمه as a base. نبدأ بيه. بعد لما نرسم الترينجل بيقول لي إيه بقى؟ then draw circle M، يعني السنتر بتاعها is M with diameter AC. ده مديني الديامتر كله، عايزين الديامتر بتاعها يكون AC. طيب هو لما يكون الديامتر AC يبقى الـ M دي موجودة فين يا أولاد؟ موجودة في النص بالظبط بتاع الـ AC، لأن إحنا عارفين إن السنتر بتاع السيركل بيبقى في نص الديامتر بالظبط.
بعد كده طالب ايه؟ عايز البريمتر بتاع الترينجل اي بي سي. دي سهله، ده احنا ممكن نجيبها من غير ما نرسمها، لان انا عندي السايد 6 و8 و10، لما نيجي نعمل لهم سام يديني كام؟ 24. يبقى احنا ممكن نجيب المطلوب ده من غير حتى ما نرسم. بعد كده طالب حبه حاجات هنشوفهم مع بعضينا واحنا بنرسم. اول حاجه نعملها نرسم الاي سي، نحدد البوينت اي وناخد 10 سنتيمتر لحد ما نوصل للسي. بعد كده عندي الاي بير ب 6 سنتيمتر وعندي البي سي ب 8، يبقى هناخد فتحه كده 6 وكده 8 لحد ما يحصل انترسكشن في البوينت اللي اسمها بي، وبعد كده نوصل الاي بي والبي سي. نعمل ايه بعد كده يا اولاد؟ نحدد البوينت ام. هو بيقول لي الاي سي ده ديامتر، يبقى لازم الام تبقى في النص بالظبط. هو هنا 10، يبقى نقيس 5 سنتيمترز ونحدد الام. هتيجي الام هنا بالظبط. وبعد كده اجي ارسم السيركل اللي السنتر بتاعها ام. طب الراديوس بتاعها يكون كام يا اولاد؟ ها ناخد بالنا، الراديوس بتاعها يكون 5 سنتيمترز. ما ينفعش نخلي الفتحة دي 10، لا هنخليها 5. زي ما انتم شايفين الـ AC بقى ديامتر. تاني مطلوب عندنا بيقول لي الميجر اوف الانجل ABC، يبقى نجيب البروتراكتور نقف بالسنتر بتاعها عند الـ B واشوف، نعد من اول الزيرو واحنا ماشيين، نلاقي السايد ده واقف عند مين؟ عند الـ 90، بعيني لمحة الـ 90، يبقى الانجل دي الميجر بتاعها از 90. طيب طالب ايه بعد كده؟ عايز اللينس بتاع الاي ام والبي ام والسي ام، يبقى لازم نوصل البي ام. طيب اللينسز دي بكام؟ احنا عارفين ان الاي سي كله بكام؟ ب 10، يبقى الاي ام ب 5 ب 5 والام بي ب 5، لان كلهم يا اولاد راديوس. المطلوب اللي بعد كده بيقول لي عايز الطيب بتاع التريانجل ام بي سي ام بي سي. لما نيجي نبص على الترينجل ده يا اولاد بي ام سي ونيجي نقيس الانجل دي هنلاقيها جريتر ذان 90، يعني اوبتيوز. يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون ان الترينجل بي ام سي از اوبتيوز انجل ترينجل. اخر حاجه عندنا بيقول لي فايند تو ايزوسلس ترينجل. الرسمه اللي قدامنا دي فيها تو ايزوسلس، فين هم؟ الايزوسلس لازم يكون فيه تو سايدز ايكوال، يبقى انا عندي ممكن نختار الترينجل ده بي ام سي. فين هما التو سايدز اللي ايكوال؟ الام سي والام اي والام بي. مين كمان الترينجل ده؟ بي ام اي. فين التو سايدز اللي ايكوال؟ الاي ام ومين؟ والام بي. يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون الترينجل بي ام سي والترينجل بي ام اي، الاثنين دول ايزوسليس ترينجل. يلا مع بعضينا نشوف مساله التشالنج، ودي يا اولاد مساله مهمه جدا وهنطلع منها برول او قاعده مهمه جدا لازم نكون كلنا عارفينها. بيقول لي try to draw a triangle of side lenses 2 و4 و7. وبعد ما نحاول نرسم التريانجل ده بيقول لي what can you deduce؟ ايه اللي انت تستنتجه؟ أول حاجة هنعملها هنرسم السايد الكبير اللي هو 7 سنتيمترز، هنعتبره AB. هنحدد الـ A وناخد 7 سنتيمترز أهي، وبعد كده وصلنا للـ B. عندي سايد 2 سنتيمترز وعندي سايد 4 سنتيمترز. هنيجي من هنا نفتح فتحه 2 ومن هنا نفتح فتحه 4 ونشوف هيحصل ايه. يلا نبص كده مع بعضينا، ادي الفتحه ال2 وادي الفتحه الايه ال4. اللي احنا ملاحظينه يا اولاد مفيش عندي انترسكشن، البوينت الثالثه مش هعرف اوصل لها. ولو بدانا بالسايد الصغير 2 وعملنا هنا 7 و4 برضه مش هيحصل ليهم انترسكشن. هنعمل الاول اي بي 2 سنتيمترز، ادي الاي، ناخد 2 سنتيمترز وصلنا لحد البي، وبعد كده اجي عند الاي اعمل ارك 4 وعند البي اعمل ارك 7. يلا نشوف هيبقى شكلهم عامل ازاي. ادي الارك اللي هو 4، انا حتى مكبره علشان نعرف هيحصل انترسكشن ولا لا، وادي الاي وادي الارك التاني، يبقى مش هيحصل برضه انترسكشن خالص. ولو عكسنا ده مكان ده برضو مش هيحصل انترسكشن. اللي احنا لاحظناه يا اولاد ان انا لما يكون عندي سايد ب 2 وسايد ب 4 وسايد ب 7 ما عرفناش نرسم تريانجل.
طب ايه العلاقة ما بين السايدز دي اللي خلتنا ما نعرفش نرسم التريانجل؟ العلاقة يا اولاد ان انا عندي سايد اكبر من الصم بتاع الاتنين التانيين، يعني ال2 وال4، ال2 بلس ال4 يديني كام؟ يديني 6، وال7 جريتر ذان ال6. مستحيل يا اولاد ان احنا نرسم تريانجل في تو سايدز الصم بتاعهم اصغر من التالت. يعني عشان نرسم التريانجل ده لازم ال7 دي تقل تبقى 5، او ممكن نزود السايد ده نخليه 4، يبقى 4 و 4 8 اكبر من الايه؟ من ال7. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال نقول ايه؟ نقول كده we cannot draw a triangle with side lengths greater than the sum of other two sides. ودي قاعدة مهمة جدا جدا يا أولاد لازم تكونوا عارفينها. وكده يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية الليسون. ليسون سهل جدا، اتعلمنا فيه ازاي نرسم الترينجل لما يديني الثري سايدز بتاعته. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.